السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. النهاردة معانا HR 45-01C. ده روتري هامر بقدر أستخدمه في تخريم الخرسانة عند 45 ملي، ولو هستخدم الكوربت بقدر أوصل ل 125 ملي. الجهاز اللي معانا النهاردة 1350 واط، كمان عدد الطرقات في الدقيقة بيوصل ل 2750 طرقة في الدقيقة. عندي عدد اللفات بيوصل ل 280 لفة في الدقيقة. وزن الجهاز اللي معانا النهاردة 8 كيلو و800 جرام. الجهاز اللي معانا النهاردة من ضمن المواصفات الجميلة اللي فيه ان فيه سرعات متغيرة، وفي كمان عندي سرعة ثابتة، وعندي بداية سلسة، وفي عزل ثنائي من الداخل. كمان بقدر اغير ما بين نظامين من انظمة التشغيل، وهو نظام الطرق فقط ونظام الدوران مع الطرق. كمان بقدر اغير الريشة بتاعتي بكل بساطة وبكل سهولة، بلمسة واحدة بقدر افكها واغير الريشة بكل بساطة. طبعا الجهاز اللي معانا النهاردة عندي موجود مقبض مريح جدا، وتحت المقبض بلاقي زرار التشغيل، وكمان عندي زرار تشغيل في الجنب في حالة وضع التكسير، وانا بكسر لو عايز بلمسة واحدة اشغل، وبلمسة واحدة برضو اوقف الجهاز، فبقدر استخدم المفتاح الجانبي، وكمان عندي خيار كمان ان انا اقدر استخدم المفتاح الموجود في المقبض. خلينا نشوف انظمة التشغيل اللي معانا النهاردة. معانا نظامين زي ما قلنا، ده وضع الدوران مع التكسير، وبتكون وضعية الدوران مع التكسير بالشكل دوت. خلينا نشغل كده مع بعض. تمام. طيب لو لفيت المقبض على الوضعية اللي في النص دي، ايه فايدة الوضعية اللي في النص دي؟ دي بتخلي الريشة تلف 360 درجة، فبقدر ابدل او اعدل سن الريشة بتاعتي على الوضع اللي انا عايزه. لو انا عايز بالعرض بالشكل ده ماشي، عايز بالطول بالشكل ده ماشي، ما عنديش اي مشكلة خالص. بعد كده بنتقل على الوضع التكسير. وضع التكسير زي ما حضراتكم شايفين في الحالة دي مش هيلف، هيكسر. عندي بقى وضع التكسير الامامي ده، لو انا رحت عليه في الحالة دي المفتاح اللي هو في المقبض بيتوقف تماما خلاص، والمفتاح اللي هو في الجنب ده بيبتدي يشتغل، فلمسة بيشتغل ولمسة بيفصل. طبعا عندي هنا لو لاحظنا بلاقي مفتاح السرعات، فعندي سرعات، خمس سرعات موجودة في الجهاز بتاعي، فبقدر اقلل وازود السرعة بتاعتي من خلال المفتاح ده. طبعا زي ما اتفقنا الريشة بتاعتنا بلمسة واحدة بقدر افك الريشة، وبلمسة واحدة بقدر يعني اركبها. كل اللي انا هعمله بس هضغط ضغطة بسيطة على الراس بالشكل ده، خلاص شلت الريشة بتاعتي. طيب عايز اركب، خلاص بضغط برضو ضغطة كمان وببتدي اقفل عليها، وبكده تكون الريشة بتاعتي ركبت. فهو جهاز قوي جدا جدا. وطبعا ما ننساش الجول بتاع الجهاز بتاعنا النهاردة، او قوة الطرقة بتاعتنا 12.5 جول. يعني ايه 12.5 جول؟ يعني تخيل حضرتك ماسك هامر 12 كيلو ونص، وسقط على الهدف بتاعنا من على بعد متر، فشوف هيكون ايه التأثير بتاع الطرقة. وعندنا بقى طبعا 2750 طرقة في الدقيقة، فجهاز قوي جدا، اداؤه عالي جدا، وحاجة ممتازة. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.